قد يسبب الصيام جفاف العين وبالتالي عدم القدرة على التركيز والقراءة. في هذا التقرير نتعرف على ما يجب فعله عند الشعور باحمرار العين وجفافها. الصيام في رمضان قد يسبب جفاف للجسم ويشعر الإنسان بالعطش، وقد تعطش العين أيضا ويشعر الإنسان أنه مش قادر يكمل مجهوده في القراءة أو على شاشة الكمبيوتر أو مجهوده العادي اليومي، مع بعض الاحمرار في العين وشعور بحكة في العين أو بجسم غريب في العين. جفاف العين علاجه سهل، ان احنا نستخدم قطرات مرطبة. هذه القطرات المرطبة ممكن وضعها أثناء الصيام بدون أن يكون لها أي تأثير على الصيام. القطرة المرطبة توضع نقطة واحدة داخل العين، ونقفل عينينا ونعد لستين دقيقة واحدة يعني بعد ما نحط القطرة، وياريت كمان لو قفلنا زاوية العين الداخلية كده نعظم تأثير القطرة على سطح العين ولا نشعر بها أبدا في الحركة. طبعا كمية المياه الكافية أثناء الإفطار هي اللي بتعوض جفاف الجسم. صياما مقبولا وتحياتي.